في وقت يكشف فيه مصدر إسرائيلي أن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافها. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات إسرائيلية بإرسال الوفد المفاوض في جولة جديدة من المحادثات. للمزيد ورحب بضيفي من القدس المختص بالشأن الإسرائيلي محمد هلس. سيد محمد أهلا بك بداية، يعني منذ الأمس كانت الأخبار تبعت على التفاؤل، لكن هذا المساء تبعنا الشيء ونقيده. بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا لمعاودة المفاوضات، لكنه عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا المساء قال إن إسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط عندما تحقق جميع أهداف تلك الحرب. ماذا نفهم من كل ذلك؟ أسعد الله مساءك أخي طارق وأسعد المشاهدين. أبدا لم نسمع الشيء ونقيضه، لأننا سمعنا أطراف أخرى في المشهد السياسي الإسرائيلي ولم نسمع لنتنياهو، ربما اعتقدنا بأننا سمعنا الشيء ونقيضه. هذه الأصوات ظلت على امتداد هذه الحرب تعارض نتنياهو واستراتيجيته، وهي اليوم ربما كانت قبل أشهر شريكة له في كابينة الحرب، اليوم هي في صفوف المعارضة. كل الذي يجري هو ضخ روح التفاؤل من قبل أطراف تود هذه الصفقة أن تتم، وربما الحديث المفرط في التفاؤل من الطرف الإسرائيلي يدعونا نحن كطرف فلسطيني وعربي إلى أن نكون حذرين جدا مما يجري ويبث في الداخل الإسرائيلي، لأننا ما زلنا نسمع من نتنياهو ذات المواقف وذات السردية. واليوم في يعني المكالمة الهاتفية التي أجراها نتنياهو مع بايدن أكد على موقفه الثابت من أن الحرب لم تنتهي، وحصل في نهاية المكالمة حتى على جائزة ربما تذكر معي في طارق اللقاء الذي عطلته الولايات المتحدة أو أجلته الولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يناقش جملة من القضايا المتعلقة بإيران والتهديد الإيراني والسلاح لإسرائيل، كنوع من قرصة الأذن لنتنياهو على الفيديو الذي خرج به يتحدث عن السلاح. اليوم الولايات المتحدة قالت لنتنياهو في نهاية هذا اللقاء، وقال بايدن له بأن هذا اللقاء سيتجدد في 30 من تموز القادم. لذلك نتنياهو يعلم بأن المعاندة لا تأتي من الطرف الأمريكي إلا بالخير له ولدولة إسرائيل، ويعني ختم لقاءه بالتأكيد على هذه النظرية. اليوم أكثر هو في التعاطي مع بايدن كبطة عرجاء، ربما كان بايدن فيما مضى بطة عرجاء، اليوم بايدن بالنسبة لنتنياهو كسيع، خاصة بعدما بدأ في المناظرة الضعف الذي اعترف يعني أداء بايدن مع خصمه ترامب، والحديث الآن في الولايات المتحدة عن اعتلال صحته العقلية والجسدية. لذلك نتنياهو لا يرى فرصة بأن يمارس عليه ضغط. الرهان الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم هو في قضية محاولة مد المرحلة يعني الممتدة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي كانت مسقوفة بزمن إلى ما لا نهاية، بمعنى أن لا يعلن نتنياهو عن وقف الحرب وأن لا تطالب المقاومة باشتراط وقف الحرب سلفا، وأن يترك لهذه المدة سقفا زمنيا مفتوحا دون أن يحدد، بحيث يقرأها نتنياهو ويقدمها نتنياهو كأنها ليست نهاية الحرب أو ليست يعني إقرارا منه بنهاية الحرب، وتقرأها المقاومة طرف الفلسطيني بأنها يعني فترة مفتوحة إلى ما لا نهاية تسمح بهدنة طويلة الأمل ليست مصفوفة بزمن، وربما الرهان على تحولات معينة تجد في الداخل الإسرائيلي تدفع باتجاه الوصول إلى تسوية معينة. إذن لا جديد في المشهد سوى بعض التمنيات التي تصدر عن الأطراف الإسرائيلية تريد الدخول في مسار تفاوضي يعيد الصفقة، حتى يعني بعض الأصوات المتفائلة تتحدث بحذر شديد جدا عن موقف نتنياهو، وتقول بأن الرجل سبق وأن ضغط مثل هذه يعني المواقف، مثلا الموافقة على إرسال المفتي الإسرائيلي إلى قطر ثم عاد وخرب كل المساعي مرة أخرى ودار ظهره لها. اليوم نجد في مشهد نتنياهو يشعر بأن استدامة الحرب هذا هدف استراتيجي، وقف الحرب سيضر به وبسرديته وبائتلافه وبحياته الشخصية. لذلك لا أعتقد أن هنالك مجال حتى اللحظة لتفاؤل مفرط أو حتى تفاؤل أن يتم تفاصيله ما يتعلق بموضوع إمكانية الانفراج في الأفق. طيب تعتقد دكتور محمد بأن نتنياهو
عندما قرر أن يرسل الوفد من جديد لجولة جديدة من المباحثات، سيكون لهذا الوفد ضوء أخضر تفويض كامل، التفويض المطلوب للاتفاق على التفاصيل؟ الليلة المفترض أن كابينت الحرب يجتمع ليفوض هذا الوفد ويضع له سقوفا، ونقرأ موافقة نتنياهو على هذا الأمر، لأن المقاومة فيما بدر من يعني الوسطاء أعادت الكرة إلى ساحة إسرائيلية بموافقتها على عدم اشتراط وقف إطلاق النار سلفا، هذا على الأقل وفق ما صدر عن أطراف إسرائيلية وأطراف خارج المقاومة. لم أسمع من المقاومة حتى الآن ما يفيد بأنها حصلت اشتراطها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل. الأطراف الإسرائيلية، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أمرين، بأن حماس لم تعد تشترط وقف إطلاق النار في نهاية المرحلة الثانية مباشرة، ولم تعد تشترط الانسحاب الكامل من قطاع غزة في نهاية المرحلة الثانية كما كانت تفعل فيما مضى. هي تراهن الآن على كما قلنا قبل قليل على المرحلة الممتدة ما بين المرحلة الأولى والثانية التي مفترض أن تجري فيها مفاوضات على وقف إطلاق النار وعلى قضية الأسرى وعلى الانسحاب الإسرائيلي. تراهن الولايات المتحدة، وهذه الصيغة التي قيل في الإعلام الإسرائيلي لأنها قدمتها الولايات المتحدة ك يعني موقف وسط بين معاندة نتنياهو ورفضه الإعلان المسبق عن وقف إطلاق النار، ومعاندة المقاومة أيضا ورفضها الذهاب إلى مسار وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية. هذا موقف وسط، لذلك نتنياهو حينما يعني وصلت الأمور هذه النقطة لا يستطيع الاستمرار في المعاندة المطلقة، هو سيذهب إلى مسار إعمائي تكتيكي كما اعتاد أن يفعل فيما مضى لمحاولة تخفيف الضغط، لأنه لا يستطيع أن يواجه احتجاجات واسعة جدا وموقف شارف متعطش إلى إتمام هذه الصفقة في الداخل الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن نتنياهو يناول حتى اللحظة لم يصدر منه ما يفيد أنية الرجل بالفعل الفعلية الذهاب إلى هذا المسار، يعني حتى لو منح التفويض بعض التفويض في نهاية المطاف الكلمة الفصل هي في نتنياهو ولا أحد حتى من كابينة الأمن السياسي المصغر وحتى في الموسع يمكن أن يفعل هذا الأمر. ولا ننسى أن اليوم بعض يعني شركائه في اليمين قالوا بأن صفقة كهذه لم تعرض على الحكومة الموسعة وسنة موافقة الأطراف الشريكة ليلة نتنياهو في الحكومة الموسعة اليمين الصهيوني الممثل بينجير وسموتريتش، لا أعتقد أن نتنياهو قادر على تقرير. لذلك يعني هذا مسار يشوبه الكثير من الأشواق وكل الألغام، يعني حتى الإعلام الإسرائيلي المتفائل يتحدث عن أسبوعين من الآن حتى تثمر هذه المفاوضات عن شيء ما، ويعني كما يقال الشيطان يقتل في التفاصيل، وهنالك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تفجر هذا التفاؤل حتى على الأقل الذي يضخ في الطرف. طيب برأيك يعني تردد كذلك أن رئيس المفاد الوفد الذي سيتحدث مع الوسطاء، هل لذلك دلالة أو أن نتنياهو يريد أن يوحي بأن إسرائيل جادة في ضرورة تقليل الفجوات والتوصل إلى اتفاق؟ أبداً أخي طارق، هو اعتاد رئيس الموساد ورؤساء الأجهزة الأمنية أن يشاركوا في إدارة هذه المفاوضات، وغالباً ما كانت يعني قيادة الأجهزة الأمنية هي التي تدير هذه المفاوضات. هذه الأجهزة ترتبط بشكل مباشر بنتنياهو، صلاحياتها وولايتها المباشرة مرتبطة بنتنياهو، ولذلك يبقي نتنياهو خيوط إدارة اللعبة بين يديه. وربما فيما مضى حاول حتى أن يحجب بعض المعلومات عن شركائه في كابينة الحرب، تذكر كانت في أيزنبرغ اشتكى أكثر من مرة بأن نتنياهو لا يمنعهما من الالتقاء برئيس الموساد والاطلاع على بعض الحيثيات، هدف محاولة نتنياهو ضبط الإيقاع بما يريد وبما يشتهي. ولذلك هذه المرة أيضا هو يرسل رئيس الموساد، وأعتقد بأنه سيلجأ إلى ذات الطريقة في التعاطي مع هذا الأمر، استمرار التعتيم على بقية الشركاء سواء في المجلس الأمني الوزاري المصغر أو حتى في المجتمع الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الموسعة، هو يعني يبقي ضبط الإيقاع بين يديه حتى إلى ما شعر بأن الدائرة تضيق، يعني يذهب إلى مسعى تخريب هذا المسار الذي من المفترض ان يفضي وفق رؤيه الكثير من الاسرائيليين الان الى انفراجه والى ربما تحديد اطلاق سراح العديد من الاسرى الاسرائيليين من المقاومه. لكن مره اخرى ذهاب الوفد هو نتاج حاله معينه قدمتها الولايات المتحده، موقف معين قدمته الولايات المتحده، لاقى قبولا من قبل المقاومه، تنازل المقاومه وفق ما قيل. مره اخرى اعود وفق ما قيل في الإعلام الإسرائيلي وعلى الألسنة أطراف غربية
دفع نتنياهو الى يعني ان يذهب بكره الى هذا المسار، ذهاب نتنياهو الى هذا المسار وارسال رسالة لا يعني حتى وتصفيته لا يعني بحال من الاحوال ان علينا ان نكون متفائلين جدا في امكانيه ان يفضي هذا المسار الى نتائج ايجابيه تنهي هذه الحرب، خاصه مره اخرى مع استمرار نتنياهو في كبت الشعارات القديمه بان الحرب لم تنتهي، وهذا ما اكده مع بايدن اليوم. المعطيات التي يعني نقراها في الداخل الاسرائيلي ان نتنياهو سيستمر في مد هذا الصراع وفق سرديته حتى يذهب الى البيت الابيض او الى الكونغرس ويلقي كلمته التي يجري تحضيرها من الان ولقائه الرئيس بايدن، ومن ثم رهان على المحطه الاهم اللي هي محطه الانتخابات الامريكيه ورهانه ترامب الى السلطه وتباهيه المطلق مع رغبات نتنياهو فيما يخص الملف الايراني وملف الله وغيرها من القضايا التي يستعصي تطويع الموقف الامريكي وفق رغبه نتنياهو فيها. أنا أشكرك من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور محمد هلس، شكرا جزيلا لك.